أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الحاضرة على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة الميادين بدانة الدنيا دبي. تعلن انطلاقة شوطنا 13 والجولة الأخيرة والنهائية في هذا الصباح، جولة الإنتاج والمنتجين. الشوط 13 شوط خاص بالحول، المحليات، الأصايل، أول أشواط الإنتاج والمنتجين. نسير مع الصدارة، نتابع البداية والمقدمة وأرى الصغيرة اللي قادت المجموعة بالشعار أحمد بن فايز بن غفان اليابري. من يتقدم؟ من ينطلق في شوط الإنتاج والمنتجين؟ ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى التسلل والتقدم لأسيل اعتيب بن سالم النايلي يأتي بهذا الانطلاق، ولكن أرى التقدم أيضا من الجانب الآخر الشاهينية، مطر بن غدير بن محمد المزروعي اللي بدأ يتسلل، اللي بدأ يتقدم وينطلق بناموس هذا الشوط ثالث. المراكز من الجانب الآخر، تأتي الذيبة، علي بن عبيد بن سعيد بن مروشد ينطلق على مستوى المركز الثالث. رابع الانطلاقات، رابع التحديات، الوصول، الوصول في هذه اللحظات والتقدم مع العزوم. ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسياتي بتحديات العزوم اللي بدأت تتسلل مع المراكز المتقدمة ومع المركز الخامس كتش لسعود بن علي بن سعود الوهيبي. نتابع المركز السادس، أرى التقدم في هذه اللحظات والتسلل مع الحقة، أحمد بن مطر بن مايد الخيلي يأتي بتحديات الحقة على مستوى المركز السادس، بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع تصل تتقدم في هذه اللحظات الشامخة عمير بن سيب بن معبد المشحوني متابعا لتحديات الشامخة على مستوى المركز السابع. ثامنا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أمجاد سيب بن سالم النايلي يتابع أمجاد مع المركز الثامن. المركز التاسع تصل في هذه اللحظات عالية بشعار محمد بن عبد الله بن معيض النيادي يصل على مستوى المركز التاسع، بينما إذا انطلقنا مع المركز العاشر القدوم في هذه اللحظات والتسلل المشاهدين متابعين الكرام على مستوى المركز العاشر. تصل في هذه اللحظات أسيل القادمة مع المركز العاشر، شعار عتيبة بن سالم النايلي الشامسي ينطلق بدور أبو سالم على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة، النداء الأول، الجولة الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بتحديات هذا الشوط مع هذه الأسامي اللي سطرت إنجازاتها بأحرف من ذهب في هذا العالم الساحر. تشارك منذ سن الصغر حتى وصلت هذه الفئة العمرية مع الكبار وتحديات الكبار وانطلاقات هذا الموسم. نعود مع الصدارة وأرى هناك الذيبة، أرى الذيبة، الذيبة اللي قادت المجموعة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط. ياتي علي بن عبيد بن سعيد بن مروشد يقدم الذيبة بهذا الانطلاق، تشق طريقها إلى الانتصار إلى ناموس هذا الشوط. بدأ التباعد، بدأ تباعد المسافة، يرت الشوط مبكرا، تتقدم، تنطلق ومع الكادر، مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج. نتابع الذيبة وهي تنفرد انفراد كلي بناموس هذا الشوط، تليها مع المركز الثاني، تصل تتقدم الشاهينية، مطر بن غدير بن محمد المزروعي يتابع، يتابع تحديات الشاهينية على مستوى المركز الثاني. ثالث المراكز تصل في هذه اللحظات الحق بشعار الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيلي رجل الخطوط النهائية يتقدم مع الحق على مستوى المركز الثالث. رابع الانطلاقات العزوم، ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي يتابع، يتابع العزوم ينطلق على مستوى المركز الرابع. الشامخة خامسا القادمة أيضا من ميدان سويحان تتسلل في هذه اللحظات على مستوى المركز الخامس.
الخامس عمير بن سيف بن معبد المشغوني متابعا منطلقا بتحديات الشامخة والشعار بن معيض النيادي يصل ايضا ينطلق مع عالية شعار بن عبد الله محمد بن عبد الله بن معيض النيادي ينطلق بتحديات عالية عينها ايضا على مقدمة هذا الشوط وبدا الزحف بدت الامور ايضا تهتف في هذا الانطلاق في هذا التحدي ولكن نعود مع الصدارة مع المقدمة والذيبة من تسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط اول اشواط الانتاج والمنتجين مع الذلل المحليات الاصايل غادرنا لوحة الاعلان لوحة الالف والميتين والقدوم مع الحقة تصل على مستوى المركز الثاني شعار احمد بن مطر بن مايد الخيلي شعار الشاوسي من الجانب الاخر ياتي بتحديات العزوم ناصر بن مصبح من علي بن حسن الشامسي ولكن اللي وصلت على مستوى المركز الرابع أرد تقدم في هذه اللحظات تاتي عالية محمد بن عبد الله بن معيضد النيادي ما شاء الله زادت السرعة انطلق الجميع بتحديات هذا الشوط وأرهني الحقة اللي الحقت وتقدمت وانطلقت بناموس هذا الشوط شعار أحمد بن مطر بن مايد الخيلي ولكن العزوم شدت العزم في هذا الانطلاق بهذا الاندفاع مع المركز الثاني ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي يتابع العزوم عالية القادمة بكل قوة على مستوى المركز الثالث محمد بن عبد الله بن معيض النيادي يتقدم على مستوى المركز الثالث الموقف خطير في هذا الشوط والحقة بدون أوامر بدون تعليمات عروض تلقائية دفع ذاتي في اللحظات الأخيرة يتقدم أحمد بن مطر بن مايد الخيلي يتابع الحقة بهذا الانطلاق ولكن عالية قادمة عالية مع المركز الثاني محمد بن عبد الله بن معيض النيادي اللحظات الأخيرة التحديات ما بين الحقة وما بين عالية والحقة ولكن الحقة هي الأقرب سلام لرماح سلام تهانينا للفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيلي على فوز الحقة بالمركز الأول المركز الثاني عالية محمد بن عبد الله بن معيض النيادي المركز الثالث جاءت العزوم ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي المركز الرابع تصل الشامخة لعمير بن سيف بن معضد المشغوني ومع المركز الخامس جاءت الذيبة لعلي بن عبيد بن سعيد بن مروشد مع المركز الخامس هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة التوقيت الزمني 8 دقائق ثمان دقائق خمس ثواني جزء واحد من الثانية هو توقيت الحقة تهانينا لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي بينما اللي وصلت مع المركز الثاني عالية توقيتها الزمني 8 دقائق خمس ثواني ثلاث أجزاء من الثانية تهانينا لمحمد بن عبد الله بن معيض النيادي العزوم تصل مع المركز الثالث بتوقيت زمني مقداره 8 دقائق هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية 8 دقائق ثمان ثواني ثمان أجزاء من الثانية تهانينا لناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي التواصل يستمر